حركة العمران حالياً والإعمار ببغداد الكل ملاحظها، كنا دا نشهد في شيء ما كنا شايفيه خلال سنين كاملة. مجرد انه بس تبدين تتنقلين بشوارع بغداد، من تبدين تشوفين السكاي لايت مال بغداد، من انه تكونين انت مساهمه بانجاز هذا المشروع او هذا المشروع او هذا المشروع، فهذا الاحساس يكفي يدفعك لاكثر انجاز تريدي. انا مهندسه سرى خالد، مهندسه معماريه متخرجه من جامعه بغداد. نسوي ثلاث فئات الموظفين، قال مثلا ذهبيه وبرونزيه وفضيه. اذكر خلال سنين دراستنا كنا نفتقر حركة إعمار، فكنا نتخيل نقول يا حظهم اللي قبلنا اللي قدروا يشتغلون. يرفع الجادر شي محمد مكيه. حاليا لما رجع شويه حركه الاعمار اجانا امل، وان شاء الله احنا نصير مستقبلا من هاي الاسماء. وماكو بلد حيكون له مستقبل بدون اعمار. رايي بحركه اعمار الصايره حاليا كلنا فرحانين بها. اكيد هي حركه الاعمار هي اللي تنعشنا اقتصاديا، تجيب مصدر رزق للمواطنين. المواطن العراقي من سنين هو متعود بس على البناء الأفقي. النمو السكاني دا يكون كلش أعلى من عدد الوحدات السكنية دا تتوفر مقابلها، فأكيد مستحيل إنه نبقى بالبناء الأفقي، هذا ما حيكون أبد حل. فكان أحد الحلول لأزمة السكن هو البناء العمودي، هو إنه يمتص هذه الأعداد. أزمة السكن ما حتنحل من كم مشروع سكني، أزمة السكن يحتاج لها تخطيط مسبق. كل الإعمار مستقبلاً حيحتاج تخطيط مدروس حتى تندرس بغداد بصورة أحسن، حتى تقدر تحتوي كل هذا النمو السكاني اللي دا يصير. من كنت صغيرة كانت طفولتنا كلها ما بين الحلة والصويرة وزيارات البغداد. والدي كان كل شيء يحرص انه يحكي لنا على قصص اماكن بغداد، واكثر شيء كان يتردد عليه هو الملاعب والمسرحيات بهذاك الوقت. فترة اختيار التخصص كنت محتارة، كانت الحيرة يا تخصص مجال الهندسي، فوالدي مهندس مدني هو شجعني على الهندسة عمارة، فبوقتها قال جملة انه انا مدني وانت معماري حتى نكمل بعضنا. بعدين انه ويا السنين تحققت هاي الجملة حاليا بشغلنا. قبل سنتين كان عندنا اجتماع خارج بغداد، مدير المشاريع اللي هو والدي وتيم التصاميم، فأثناء رجوعهم تعرضوا للحادث أدى إلى فقد والدي والمهندس عبد الرحمن. كانت حادثة كلش مؤسفة عشناها، يمكن أخذنا يمكن 6 أشهر يلا قدرنا وراها نواكب إنه نقدر نستمر نشتغل. تفاصيل ما كانت أبد سهلة، يعني خاصة إنه بعض الأوراق المهمة كانت وياهم بالسيارة، فكنا مضطرين يعني خلال هاي 6 أشهر من نكمل شغل كانت أوراق حتى من دمائهم، وإحنا مضطرين إنه بهاي الأوراق نكمل لأنه هي عليها التوثيقات أو الختومات. إحنا جرينا 4 أشهر أنا كنت أدور مذكراتهم، لأنه أكو من الشغل أشياء ناقصة، بس هذا الشيء أكيد يخلينا أقوى. الشيء اللي يشجعنا وده يخلينا نستمر واللي ده يخلينا نكمل الطريق إنه هم بدأوا بهذا الطريق، من ده نشوف إنه كل شيء هم عافوا يستحق إنه يكمل، يستحق إنه يكمل لحد ما يوصل بعد سنين اللي هو المشروع يكون كامل مثل ما هم حلموا، مثل ما هم حلموا به ورسموا وخططوا له. بغداد ميزتها انه تدمج الماضي والحاضر. اكيد المشهد الحضري ببغداد على النهر هو كلش عنصر مهم، ما بين القصور القديمه والمساجد القديمه وبنايات الافقيه القديمه ويا البنايات العموديه الحديثه حاليا على النهر. بس الحلو انه نبدي نحافظ على هذا الماضي وندمجه بالحاضر.
البنايات الحديثة حالياً العمودية ويا هذا البناء الأفقي القديم اللي نحاول إنه نحافظ عليه أبداً ما دا يلغيها. بغداد هسه هي حالياً عبارة عن اندماج ما بين العمارة القديمة اللي وحضاراتنا وما بين العمارة الحديثة اللي نشهدها هاي الأيام، والدمج بيناتهم دا يكون كلش حلو، خاصة انعكاسه على النهر. أعتقد الحاضر ما يلغي الماضي، واثنيناتهم استجامهم سوية هو يؤدينا إلى بغداد حالياً. العراق اللي أحلم به اللي هو حنشوف به مشاريع متنوعة، العراق اللي أحلم به هو حيكون تحت قوانين الاستدامة، هي تحت المعايير العالمية، وأعتقد بدينا نشوف هذا الشيء شوية.